ملا السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. من بين السنابل الشامخات ببركات ابي الفضل العباس عليه السلام نلتقيكم احبتي المشاهدين الكرام وحلقه جديده من برنامج جهود وجنود، ونحن اليوم في قسم الشؤون الزراعيه والثروه الحيوانيه التابع للعتبه العباسيه المقدسه، ونتكلم عن هذا القسم ومحطات هذا القسم. ولكي نتحدث اكثر يكون بضيافتنا لهذا اليوم المهندس الاستاذ علي مزعل. نرحب بك استاذ علي ونحييك في برنامج جهود وجنود. اهلا وسهلا بكم وحياكم الله. بركه جهودكم وموفقين ان شاء الله في هذا العطاء. الله يسلمكم الله يحفظكم. قسم الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، أريد في بداية حديثنا نأخذ نبذة وتعريف عن هذا القسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد وعلى آله محمد الطيبين الطاهرين. قسم الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية هو أحد أقسام شركة كفيل الاستثمارات العامة التابعة للعتبة العباسية المقدسة. باشرت هذه المواسم الزراعية في زراعة كافة المزارع الزراعية اللي تابعة لقسم الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، منها مزارع المرشات المحورية اللي حان الآن نحن فيها، وكذلك مزارع الأنوار الساقي، وكذلك مزارع الساقي، ومزارع الفردوس، والمزارع الأخرى اللي تابعة لقسم الشؤون الزراعية، وكذلك الشركات الأخرى. شنو تخصصات هذه المزارع؟ يعني هسه احنا هذا المزارع الحنطة والشعير، مزارع الحبوب محاصيل. بل مزارع المرشات المحورية عادة بها محاصيل استراتيجية لمحاصيل الحنطة والشعير، وكذلك المحاصيل العلفية، وهناك مزارع أخرى متخصصة في قضية النخيل، ومزارع متخصصة في قضية البطاطا، سواء كانت البطاطا التصنيعية أو البطاطا الاستهلاكية للقضايا الاستهلاك اليومي للمواطن. نعم. وكذلك المزارع لزراعة المحاصيل العلفية مثل الجد والبرسيم والمخاليض العلفية الأخرى التي تستخدم في تغذية الثروة الحيوانية، تربية الحيوان. والمزارع الأخرى هي مزارع محاصيل خضرية، سواء كانت المحاصيل الخضرية الكلاسيكية القديمة اللي هي طماطم الباذنجان والفلفل الحار والفلفل البارد وغيرها، أو المحاصيل البديلة اللي هي مثل اللهانة الخضراء والحمراء، وكذلك القرنبيط والطماطة الكرزية والبطيخ الجالية الوسط. نعم. الآن في مزارع الحنطة والشعير، نعرف تفاصيل عن هذه الزراعة، عن هذه الأرض، عن مساحتها، عن طريقة الري اللي تتبعوها. احنا مرشات محورية، عندنا 7 مرشات محورية في هذه المحطة اللي هي محطة بركات العباس عليه السلام. نعم. هذه المرشات اللي موجودة مقسمة منها 80 دونم، وكذلك 120 دونم، ومرشات 68 دونم. كل هذه المرشات هي مزروعة بمحاصيل عديدة، منها محاصيل بالحنطة الصنف البحوث 22، هذا صنف مسجل، وكذلك صنف الروميلي، هذا الصنف المسجل باسم العتبة العباسية أيضا. نعم. باسم شركة الكفيل. هذا أساس ومسجل، صنف أساس ومسجل. كل هذه المرشات المحورية تسقى بمي الآبار، عادة بتجهيز أحواض للسقي، ومنها انطلاقا للمضخات التشغيل. نعم. هي طاقم الضخ، وكذلك إلى المرشات المحورية اللي يشوفونها أمامكم. هذه المرشات المحورية تحتوي على عدة نوزلات، نوزلات مقسمة بدرجات من بداية المرشة إلى نهاية المرشة، بدرجات حسب السقي المحصول وحسب نوعية المحصول، وكذلك استخدام الأسمدة اللي الموجودة في مزارعنا، هي استخدام أسمدة غير كيميائية، أسمدة عضوية، والمبيدات الإحيائية بدون استخدام المبيدات الكيميائية. نعم. إذا تتبعون الطرق العلمية في الزراعة بكل وسائلها، بالتسميد والسقي وطريقة الزراعة. خلينا نتكلم عن يعني ميزات الزراعة أو السقي بالمرشات المحورية. يعني السقي بالمرشات المحورية، أولا المساحة راح تكون كبيرة بالسقي، اثنين عدم ضياعات بالمي، هدر المي، ثلاثة تكون انه يعني الوقت، استغلال الوقت في السقي، منها انه توزيع الأسمدة بصورة مباشرة وبنفس الوقت بعدم ضياعات، وكذلك سقي المحصول على 120 دونم يعني بوقت قصير، وبنفس الوقت انه استخدامنا للمبيدات يكون ايضا عن طريق الحقنات او المسمدات اللي هي خاصه بالمرشات المحوريه. نعم. المرشات المحوريه وطريقه هذه الزراعه مثل ما ذكرنا هي الطريقه الحديثه، يستخدم فقط في مزارع الحنطه والشعير، لو عندكم مزارع اخرى تستخدم فيها هذه الزراعه المحوريه.
لا، المرشات المحورية عادة يعني تزرع بها الحنطة والشعير محاصيل استراتيجية، وذلك لأنها تزرع بمساحات واسعة. أما قضية الأعلاف، أيضا هناك بعض الأعلاف تستخدم بها المرشات المحورية، يعني في السقي، طريقة السقي التقنيات الحديثة. وقسم من الأعلاف أيضا لا يستخدم بالمرشات المحورية، منها مثل محصول الجيت في المناطق الرملية أو المناطق اللي هي خلينا نقول اللي بها مي مالح، هذا ما يستخدم لها مرشات محوريه، تعرف انه هاي تاثر الاوراق بالملح هذا. ولو الحمد لله احنا في مزارعنا الحمد لله قدرنا انه نقضي على هيك مشاكل ببعض المستخلصات اللي موجوده. يعني خلي اقاطعك هنا، مياه الابار معروف بها نسبه من الملوحه، بل وهذا ياثر على النوزلات بالنتيجه. بل لا، احنا عندنا صيانه دوريه للنوزلات، عندنا فحص دوري للنوزلات من قبل كادر صيانه موجود في قسم الانشاءات والصيانه اللي موجود في شركه الكفيل، فحص مستمر، أضافة التنظيف. هناك بعض المواد اللي نضيفها اللي من الأسمدة هي تخلصنا من قضية الأملاح اللي موجودة، خاصة اللي مياه الأبار تقريبا بحدود 5000 ملي مونس. يعني طريقة التسميد تكون مع الماء؟ تسميد مع الماء. الطاقة الإنتاجية لهذه يعني هذه الأراضي الواسعة ما شاء الله، اللي أعتقد أكو علاقة، دائما تكون أكو علاقة روحية ما بين الفلاح بصورة عامة والأرض، وأكيد أنتم الآن حاليا كمشرفين وعاملين بهذا المشروع أكيد أكو فد علاقة روحية لهذه الأرض، خصوصا هي لبركاتها بفضل عباس عليه السلام. لكن خلينا نتكلم عن الطاقة الإنتاجية السنوية أو الموسمية لهذه الأراضي. يعني عادة هي تختلف من محصول إلى محصول ومن صنف إلى صنف. نعم. يعني مثل بالنسبة للشعير، إحنا في مزارع بركات العباس عليه السلام اللي الآن إحنا واقفين بها، هذه تقريبا تعطينا بالنسبة للشعير أكثر من 900 كيلو بالدونم الواحد، بينما الحنطة انطت أكثر من طن وربع، هذا الحنطة البحوث 22. أما مزارعنا اللي تكون على مناطق اللي هي شمال كربلاء، غرب شمال كربلاء، هذه انطتنا أكثر من طن و600 بالحنطة، وأكثر من تقريبا طن من الشعير. تسويق هذه المحاصيل استراتيجية، المحاصيل استراتيجية عدة تسويق لها، تسويق منها هي لجان تسويقية تضمها طبعا شركة الكفيل. هذه اللجان مهمتها تسويق المحاصيل بعد الحصاد وبعد الجني، سواء كانت على المحاصيل الخضرية تروح إلى المراكز الكفيل يعني أو الأسواق الأخرى المحلية، وكذلك العلاوي اللي موجودة مثل علوة كربلاء وعلوة النجف وعلوة بغداد جميلة. وقسم من عدها يروح إلى مراكز الكفيل مباشر. أما المحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير، هذه تكون ضمن الخطة الاستراتيجية من قبل وزارة التجارة، تسليم إلى سالي كربلاء، ومنها تسليم كشكل بذور، تخزن كشكل بذور لزراعة المواسم القادمة. هذا بعد تنقيتها وتعفيرها وخزنها للمواسم القادمة. يعني قدرتوا تغطون حاجة السوق من استهلاك بشري للحنطة مثلا أو كاستهلاك كأعلاف؟ يعني احنا في بداية السنوات الزراعة اللي هي بال 2009 بداية تأسيس المزارع نغطي نسبة بسيطة في السوق، اليوم نغطي نسبة عالية من السوق باعتبار انه زادت المساحات عندنا من مساحة 1000 دونم وصلنا إلى أكثر من 20000 دونم تقريبا، واحنا مستمرين بإنجاز المشاريع. الان هذه السنه تقريبا اكثر من 50 مرشه محوريه تابعه للعتبه العباسيه قمنا بتجهيزها الحمد لله في شركتنا الثانيه اللي هي شركه اللواء العالميه. نعم. تابعه ايضا للعتبه العباسيه المقدسه. يعني في خططكم المستقبليه ان شاء الله هناك نيه للتصدير، يعني يكون هذا المنتج العراقي المنتج الكربلائي يكون يصدر الى باقي الدول، مثلا على الاقل تقدير الدول القريبه دول الجوار مثلا. يعني احنا بالنسبه للمحاصيل الخضريه يعني الحمد لله عندنا فائض الحمد لله، وقدرنا ندز للمحافظات وان شاء الله عندنا توسعه في المزارع. نعم. اما بالخطه الاستراتيجيه للمحاصيل الاستراتيجيه بعد تغطيه وزاره التجاره وبعد تغطيه الشركات العامه لحبوب الاستزراع اللي هي نزرعها في المواسم القادمه. نعم. ان شاء الله احنا مقبلين على مواسم اخرى نامل بها ان شاء الله تكون الخطه اعلى من المطلوب في العراق. الكوادر اللي موجوده من يعني اعرف المشاريع الزراعيه تحتاج الى مهندسين زراعيين، تحتاج الى اختصاصات مختلفه ما بين الانتاج الزراعي وما بين الانتاج الحيواني، كذلك الانتاج الزراعي بعده اختصاصات في المجال الزراعي. الكوادر العامله في هذه المحطات؟ نعم، كوادرنا متخصصه اللي هي الكوادر الهندسيه، سواء كانت مهندسين زراعيين او معاونين مهندسين زراعيين. المهندسين الزراعيين من كافه الاقسام، منها قسم المحاصيل الحقليه وكذلك قسم الوقايه. نعم. وقسم البستنه وقسم محاصيل الخضر وكذلك قسم التربة وقسم الثروة الحيوانية الانتاج الحيواني، هذا بالنسبة للمهندسين والمعاونين أيضا نفس التصنيفات.
فنيين ايضا من خريجين اعداديات الزراعه ايضا عندنا، استقطابهم ايضا بالشقه بالانتاج النباتي والانتاج الحيواني، اضافه الفلاحين والكوادر العامله كلها ناس هي متخصصه في قضيه الاستزراع والزراعه، ومنها ندخلها دورات تدريبيه عبرها المواسم السابقه لزياده الكفاءه وكذلك لتطوير يعني المستوى العلمي والمستوى العماله للعاملين الموجودين في مزارع بركات العباس وكذلك مزارع قسم الشؤون الزراعيه والثروه الحيوانيه. موافقين. يعني معروف انه اراضي محافظه كرباء هي اراضي صالحه للزراعه، والحمد لله نشوف الخضار في هذه الارض الواسعه، لكن بعض الاحيان الارض تحتاج الى رعايه وعنايه، وعلى سبيل المثال بعضهم يزرعون البقوليات حتى لزياده مثلا نسبه النيتروجين بالتربه. هناك ادامه لهذه التربه؟ طبعا احنا في بدايه المواسم نقوم بحراثه الارض وكذلك اجراء عمليات التنعيم والتسويه. نعم. وما بعدها ان اضافت بعض الاسمده اللي هي خلينا نقول الاسمده المبستره اللي هي عضويه، وبعدها يتم زراعه هذه المرشات بعد استخدام طبعا المستخلصات الزراعيه منها المخصبات العضويه اللي هي من تاع شركتنا شركه الجود الزراعيه وتكنولوجيا الزراعه الحديثه، ايضا هي تابعه للعتبة العباسيه المقدسه. استخدامنا بعض المخصبات مثل الهيوميزون. نعم. وكذلك النتراسول اللي هو مزيل الملوحه ومخلص الملوحه، هذا حتى يكون نسبه الانبات عاليه بالنسبه للمحاصيل الاستراتيجيه وبالنسبه للمحاصيل الاخرى. نعم. تكلمت في حديثك كان هو تكنولوجيا الزراعه الحديثه، وهنا نحتاج الى تقنيات واليات نستخدمها في هذا المجال. خلينا نتكلم ايضا عن هذا الجانب، جانب الاليات والتقنيات اللي تستخدموها في هذه الزراعه. عندنا مجموعة آليات منها التراكترات الزراعية مقسمة تقريبا على 120 حصان سحبات زراعية، وكذلك 85 حصان و110 حصان و90 حصان، عدة آليات زراعية منها السحبات الزراعية، كذلك عندنا أنواع المعدات منها المحراث الزراعي اللي هو القرصي، وكذلك المحراث العدل أو العمودي، وكذلك ما يسمى بقضية الديسك أو يسمى بالبادرات الراديفيتر، والبادرات وكذلك الناثرات والمحاقنات والمسمدات، كل التقنيات الحديثة الموجودة المتطورة حاليا هي داخلة في مزارع خيرات العباس عليه السلام ومزارع بركات العباس عليه السلام. موفقين. بهاي الطرق الزراعة العلمية والزراعة الحديثة وبهاي التقنيات وبهاي الإمكانية العالية، هل هناك تنسيق ما بينكم ما بين على سبيل المثال وزارة التعليم العالي لكي تكون هاي حقول دراسة أو حقول تعليمية مثلا سفرات علمية لكليات الزراعة؟ هناك تنسيق مع رئاسة الجامعات منها جامعة البصرة ومنها جامعة واسط وجامعة الكوفة وكذلك جامعة كربلاء وجامعة بابل القاسم. نعم. وكل كليات المتخصصة مثل كليات الزراعة وكليات الطب البيطري والثروة الحيوانية التقنية أيضا طبعا في المسيب، كليات التقنية أيضا اللي هي موجودة في المسيب والمحافظات البقية، كل هذا أكو تعاون مشترك بيننا ما بينهم لما حتى بحوث الدراسات العليا ممكن تكون هنا. بل احنا عندنا ماجستير عندنا دكتوراه بحوث عندهم حاليا على الانتاج الزراعي والانتاج النباتي، كذلك الطلاب اللي هم حتى مرحله الاعداديه في اعداديات الزراعه ومرحله المعاهد الزراعيه. نعم. ايضا تكون ندوات لهم وكذلك دروس علميه اللي ما يسمى بيوم الحقل. نعم. ايضا يكون هنا منتشرين مع دائره الارشاد الزراعي في كربلاء. يعني هل ايضا من ضمن مشاريعكم ان تكون هناك خطط مستقبليه لهذا التطوير، خطط مستقبليه لزياده الانتاج في زياده المحاصيل على سبيل المثال؟ يعني على سبيل المثال هل هناك زراعه مغطاه عندكم في ضمن مشاريعكم البلاستيكيه؟ احنا حاليا عندنا زراعه مغطاه اللي هي كتله مزارع خيرات العباس عليه السلام ومزارع حامل اللواء، اما عندنا في النيه ان شاء الله توسعت لهذه المزارع على المواسم القادمه اذا الله سهل، وعندنا ان شاء الله عندنا مواسمنا بزراعه الحنطه والشعير ايضا مستمرين في زراعه مزارع المعلى والعوالي. نعم. هذه مزارع جديده تابعه للعتبه العباسيه المقدسه، الحمد لله باشرنا هذه السنه بزراعه قسم من عندها، والمواسم القادمه نامل انه نكون يعني اكثر عدد من المرشات وكذلك اكثر مساحه مزروعه من المحاصيل الاستراتيجيه. الخطط المستقبلية أيضا في توسيع الانتاج الحيواني اللي هو من الدجاج البياض وكذلك الدجاج اللاحم. نعم. وكذلك المشاريع الأبقار ومشاريع التسمين العجول، الحمد لله عندنا احنا هذه المشاريع لكن ماشيين بتوسعتها، والخطة المستقبلية توصل إلى أعداد
تفي بالغرض، او خلينا نقول نزيد عن حاجه الطلب ان شاء الله. تمام، ان شاء الله موفقين، وانتم مهتمين بالجانب الزراعي وجانب الثروه الحيوانيه، ان شاء الله يكون عندنا حديث اخر عن جانب الثروه الحيوانيه. الله يحفظكم. شكرا الله جزيلا استاذ علي، شكرا جزيلا لك لهذه المواضيع ولهذه الجهود المبذوله لك ولكل الكادر الموجود في هذه المحطه. اهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم، حياكم الله. الله يوفقكم. اذا المشاهدين الكرام، تواصل وياكم وجهود وجنود في هذه المزارع وبركاته بالفضل العباس عليه السلام. مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم وجولتنا لهذا اليوم من برنامج جهود وجنود، وكما اسلفنا نحن في قسم الشؤون الزراعيه والثروه الحيوانيه التابع للعتبه العباسيه المقدسه، ونحن الان في محطه تسمين العجول ونتحاور مع المسؤول عن هذه المحطه الدكتور مصطفى عمران. راح بيكون حييك. اهلا وسهلا بك، شرفتونا دكتور. يعني نسمع دائما بمشاريع تسمين العجول واهميتها الاقتصاديه، خلينا ناخذ بدايه تعريف عن محطه تسمين العجول. بسم الله الرحمن الرحيم. التسمين العجول من المشاريع الاستراتيجية لما لها أهمية ومردود اقتصادي، لأن العجول تسميها يكون سريع وبها مردود اقتصادي عالي. احنا هدفنا احنا هسه بداية تكوين مشروع العجول. نعم. ابتدأنا بمثقف واحد وعدد العجول الموجودة به. نعم. 200 عجل. اذا ناخذ جولة حتى نشوف المثقفات اللي موجودة والمشاريع الموجودة. الطرق اللي تستخدموها او السلالات اللي تختاروها هنا للتربية. السلالات محددة. نعم. السلالات المستخدمة في التربية في مثقفنا هنا سلالات محلية. يكون مغرب لانه مقاوم للظروف البيئية. نعم. مضرب باي سلال؟ فريزي على العراقي. حتى العراق. يكون مقاوم للظروف البيئيه القاسيه الموجوده بالعراق، وكذلك مقاوم للامراض. نعم. ودعم الفلاحين. نعم. احسن ما نجيب مستورد من الخارج. عمر التربيه، عمر العجول اللي تستخدموها؟ الاعمار المستخدمه عمر يعني سنه. يعني العمر اللي تجيبوه؟ ايه سنه، عمر سنه. وعمر التسويق ايش قد يكون؟ عمر التسويق بعد 4 أشهر نسوق. 4 أشهر. فترة التسميم مالتنا 4 أشهر. جزر. يسوق للأسواق العامة أو أكو تسويقنا خاصة. عن طريق التسويق مالتنا هنا جزر، عندنا مجزرة خاصة ونسوق عن طريق نور الكفيل. خاص بنور الكفيل، يعني مو للأسواق المحلية بصورة عامة؟ لا مو تسويقنا عن طريق نور الكفيل. نعم. طرق التربية اللي تستخدموها هنا لتربية هذه العجول؟ النظام المستخدم هنا نظام مفتوح. والتغذيه اللي مستخدمه تغذيه محليه من مشاريعنا. نعم. مشاريعنا استراتيجيه. نسوي خبطه على فيها مركزه بدون اضافات. نعم. حتى يكون اللحم ذو الطعم جيد ورائحه طيبه وما بها اي تاثير سلبي وخالي من المواد الكيميائيه. بالنسبه للاعلاف، نعرف انه تربيه العجول تحتاج الى نوعين من الاعلاف، الاعلاف المركز والاعلاف الاخضر. الاعلاف الاخضر يمكن توفروا بمزارعكم. نعم، هو المركز والخشن كله مزارعنا. يعني ناخذ الحبوب من مزارعنا. نعم. نحولها الى اعلاف مركزه. بنسبها اللي بنسبها ضمن دراسات، يعني ضمن تجارب ودراسات. بالات مال اعلاف؟ لا، عندنا مخزن مال اعلاف. مخزن اعلاف عندنا جوار مصنع خاصه. أعلاف. نعم. مصنع ومخزن. نعم، مخزن ومصنع داخله. جاروشات خاصة وبنسب وتراكيز معينة نخبط عليها مركزة من مزارعنا. نعم. ونوفر نفس الوقت الكبسات مال الأعلاف الخشنة اللي هي التبن. نعم. والأعلاف الخضراء. تكفي لتغذية كل هذه الموجودة عندكم؟ نعم، محسوبة. التغذية اللي نعطيها العجول كمية محسوبة، احنا نحددها. نعم. بصفتك طبيب بيطري مسؤول عن هذه العجول، خلينا نتكلم عن الامراض اللي تصادفكم او طريقه العلاج والعلاجات اللي مستخدمه. الامراض اللي صادفنا حسب المواسم الموجوده بالسنه. الامراض الموجوده بالشتاء اكثر شيء الالتهاب التنفسي، باعتبار يتغير الجو على الحيوان. نعم. فتصير التهابات تنفسيه، نبدا بدايه الموسم
نراقب الحيوانات بشكل مستمر من الصباح الباكر ونشوف اكو علامات التهاب تنفسي نعالجها. طبعا احنا عندنا برنامج وقائي للسيطره على الامراض الوبائيه المنتشره بالبلد بالتعاون مع دائره البيطره. نلقح اللقاحات بدايه كل موسم، يعني ابتدينا اول ما نذب الوجبه نعطيها جرعه ولقاح ضد الديدان الداخليه والخارجيه. عندك لقاح ضد الحمى القلاعيه. اي ونلقح لقاح ضد اللامبسكين ديزيز اللي هو التهاب الجلد العقيدي. نعم. ونلقح لقاح اكو مرض اسمه بالدارج ابو حناجير. الاتش اس وبلاك ليك التهاب الفخذ عند الحيوان. اي نعم. وبقيه اللقاحات والجرع مال الديدان مستمر نعطيها ونعطيها ماتين علاجات ضد الطفيلات الخارجيه. نعم. لان هي تنقل الامراض الطفيلات الخارجيه. نعم. هناك امراض انتقاليه ما بين جزاكم الله الحيوان والانسان، هم موجوده هاي عندنا او مسيطرين عليها؟ نعم موجوده ومسيطرين عليها. احنا طبعا نعطيها لقاحات هاي الامراض هي يركز عليها باللقاح دائما. نعم. لان هي تنتشر من الحيوان للانسان، فاحنا نلقحها حتى لا تصير بالحيوان وتنتقل للكادر الموجود. الامهات اللي موجوده انتم تشترون، يعني عذرا، يعني هل هناك امهات موجوده عندكم للولادات او انتم تشترون؟ لا لا نشتري اجول من الاسواق المحليه. اجول نشتري من المحلي، اجول محليا من مناطقنا. منا ما عندكم ولادات؟ ولادات لا، ابقار ما عندنا. اكو بالمشاريع المستقبليه تكون عندنا؟ نعم. امهات عندنا فكره نفتح ان شاء الله محطه مال ابقار. حتى انه العجول مالتها تسمين والاناث نطور بها مشاريعنا لمحطه الابقار القادمه ان شاء الله. المساحات المستخدمه لهذه الحقول كم حقل موجوده ايضا؟ طبعا احنا هدفنا من العجول هسه بدينا 200 عجل. نعم. ان شاء الله فكرتنا نوصل لحد 2000 عجل. هاي السنه بدات هاي السنه ان شاء الله نحاول نوصل ل 2000 عجل حتى يكفي السوق المحلي بالعراق. ذكرت انه انتم تتبعون نظام او نظام التربيه المفتوحه. نعم. اللي هي جزء مثقف وجزء مفتوح. مفتوح نعم. اهميه هذه الطريقه؟ الطريقه العلميه نحن. اهميه العلميه لتوفير التهويه المناسبه للمثقف العجول. لان التهويه حتخصك من الرطوبه الارضيه. نعم. تدري الرطوبه تسوي امراض وتسوي امونيا وغيرها. وبدون حتى تقلك من تكلفه التدفئه والتبريد، التدفئه بالشتاء والتبريد بالصيف. فالحيوان اللي احنا جايبينه محلي. نعم. متطبع على الاجواء العراقيه. فهو يتعايش بهيك اجواء ويخصصك من الظروف الحر والبرد، اذا صار مغلق او شبه مغلق لازم توفر له تدفئه وتبريد. فاحنا متخلصين من التكاليف هاي. نعم. يعني هاي المفتوحه نشوف مفتوحه من كل الجانب. احنا في مواسم الشتاء مثلا يكون الجو بارد عاده في وقت الليل. متطبع الحيوان على هاي الاجواء وما بها كل تاثير عليه. الكوادر اللي موجوده العامله في هذا المعمل؟ كوادر طبيب بيطره مشرف، مهندس تغذيه، مشرف على التغذيه، عمال اثنين. المهندس التغذيه هو مختص في هذا المجال؟ نعم. لصناعه العلائق والاعلاف اللي نعم بالتعاون مع الطبيب البيطري المشرف. دكتور مصطفى عمران شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا بموضوعك وشكرا لكم، ان شاء الله التوفيق. شرفنا بكم. يا اهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. اهلا وسهلا بكم. تواصلوا اياكم وجهود وجنود لهذا اليوم في محطتنا الزراعيه. مشاهدينا الكرام، من ضمن مشاريع الثروة الحيوانية هو مشروع تربية طائر السمان، ونحن الآن في واحد من هذه الحقول، حقول تربية طائر السمان، لنتعرف أكثر عن هذا الطائر وعن أهمية هذا الطائر الاقتصادية والغذائية. نتحاور مع المسؤول عن هذه الحقول وهذه التربية الدكتور الطبيب البيطري. دكتور هاني نرحب بك ونحييك. أهلا بك دكتور. خلينا نتكلم عن طائر السمان ونعرف بهذا الطائر. طائر السمان هو طائر سمان من المشاريع المهمة التي تضيف تنوع غذائي للسوق المحلية، وتربى هذه الطيور لأهميتها وقيمتها العالية خصوصا لكبار السن والأطفال، ويفضل لحومها لخلوها من الأبيار
والدهون والكوليسترول إضافة إلى احتواء على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة والنمو. نعم يعني معروف انه تربيه طائر السمان هي من الطرق الحديثه المواضيع الحديثه، ما كان سابقا اكو عندنا تربيه طائر السمان، شنو سبب الاتجاه الى هذا النوع من التربيه؟ طبعا مثل ما قلت لك انا يعني شريحه كبيره من المجتمع اليوم تفضل هذا الطائر، يعني احنا قبل بالعراق ما عندنا هيك مشاريع، بس هسه حاليا توجه العالم المجتمع تثقف تريد طير خالي غير معدل وراثيا إضافة إلى احتواء. يعني هو هي طيور السمان هو طائر بري وتم تجدينه. طب بالضبط طيب تجدينه لأن احتواء على فيتامينات عالية وبروتين عالي يطير الإنسان خصوصا كبار السن. نعم. يعني إحنا هسه موجودين في حقل لتربية الأقفاص وأيضا تربية حديثة، وعندكم أيضا تربية أرضية. نعم. الفرق ما بين تربية الأقفاص والتربية الأرضية وميزات الوحدة عن الأخرى؟ طبعا التربية بالأقفاص والبطاريات النظام البطاريات نعم هي الأمهات تقريبا عندنا أمهات عدد 5000 يتم جمع البيض خلال هذه الأقفاص وبعدين تدخلها بالفقاسات 17 يوم لو بتخرج تحول تربية أرضية يبلغ الطائر عمر 45 يوم. نعم. اي لون نذبحه مثلا تقدمه للسوق طريق ذبح كامل. واذا احتاجنا نصعد بعد اقفاص نصعد عمر 45 هو يصير منتج للبيض. اذا تربية البطاريات هي الامهات وتربية الارضيات للافراخ الناتجة. طاقتكم الانتاجية في اليوم او الشهر او شلون تحسبوا الطاقة الانتاجية؟ طاقتنا الانتاجية تتراوح من 20 الى 25 الف شهريا. 25000 طير؟ اي نعم. يعني يتم تسويقها عن طريق اسواق المتمثله بالمراكز الكفيل الكربلاء والمحافظات الجنوبيه والوسط كافه. يعني نرفد هذا المنتج الى هذه الاسواق كافه. اليوم يعني الاسواق في كربلاء والمحافظات بدوا يستقبلون من عندكم هذا المنتوج؟ نعم نعم، قلت لك اذا طار يعني غير معرف عليه يعني ماكو يعني احنا المشروع الاول حاليا بالعراق. اي تمام. يعني ذكرت هناك انتاج للبيض وانتاج عالي يعني 5000 طير او عدد الامهات بهذا الرقم. أيه. انتاج البيض اكيد انتاج يومي عالي. اي هذا يميز هذا الطير يعني هو خطين من الانتاج بيض ولحم. وفتره وجيزه يعني 45 يوم يدخل الطير بانتاج البيض. زين ويستمر لمده اكثر من سنه يعني. تمام. يعني انتاجيه عاليه يعني تتراوح توصل الى 280 بيض. البيض هل هو للتفقيس فقط او عندكم تسويق بيض ايضا؟ يعني تسوقون يعني بيض ولحم؟ عندنا بيض للتفقيس اللي هو بيذكور يحتوي يعني، وعندنا بيض خاص بس للخط مال بس مادة بيض مادة. بيض مادة. نعم. عليه اقبال من قبل المواطنين؟ نعم اقبال كلش عالي خصوصا هالسنه الاخيره هاي. نعم. يعني التسويق كلش على العالم بدات تعرف انه هذا منتج هنا عبالهم يعني قبل انه هذا المنتج يعني غير يعني مو محلي. تعرف انت المحلي اليوم مفضل بعده طازج البيض واللحم كله طازج. نعم. كم قاعة او كم حقل تقريبا عندكم؟ عندنا هسه حاليا 8 قاعات ارضية وبطاريات. بالضبط اي نعم. احنا على احتياج السوق، احنا كل ما يحتاج السوق احنا نزود. نعم. بالنسبة لنا، بس احنا حاليا ان شاء الله جاي نتقدم بعد ازيد وازيد. موفقين، شكرا جزيلا دكتور هاني، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في عملكم. شكرا جزيلا، الله يوفقكم. اذا المشاهدين الكرام، المشاهدين الاحبه، هكذا تنتهي جولتنا لهذا اليوم من برنامج جهود وجنود في هذه المشاريع الزراعيه التابعه للعتبه العباسيه المقدسه، ما بين الانتاج الزراعي والمحاصيل الحقليه، وكذلك ما بين انتاج الثروه الحيوانيه من اغنام وابقار وطائر السمان وغير ذلك. نتمنى لجميع القائمين على هذا المشروع بالتوفيق إن شاء الله، وشكرا لجهودهم وتحية حب وسلام واحترام لكل الجنود الذين يقدمون هذه الخدمة. نلقاكم إن شاء الله وحلقة أخرى موضوع آخر إلى الملتقى.